بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الصائمين، ففي هذا المجلس المنعقد في هذا اليوم الخامس من شهر رمضان سنة 1444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتدارس جملة من أحكام الصيام ومعانيه التي يحسن بالمسلم الصائم وقد وفقه الله وبلغه هذه الأيام المباركة والشهر الفضيل أن يكون على عناية بها واقفاً على معانيها. للصيام معشر الصائمين جملة من المعاني الشرعية التي أرادت الشريعة أن يفقهها العباد في كل عام يصومون فيه أيام رمضان، فإن الله سبحانه وتعالى لحكمة جليلة أراد من عباده الصائمين أن يكون شهر رمضان من كل عام أياماً يقضونها لأداء ركنهم العظيم صيام شهر رمضان. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فغدا صيامكم معشر الصائمين ركناً جليلاً من أركان دينكم العظيمة التي لا يتم إسلام المرء إلا بها. وكلما حل في الأمة موسم رمضان استبشرت الأمة وفرحت، وحق لها أن تبتهج، لأنها تعيش أياماً فيها من معاني الهبات والنفحات والكرامات والأعطيات التي تبتهج لها قلوب أهل الإيمان. فإن المؤمن ما يفرح بشيء كفرحه بعظيم نعمة الله، ولا تقر عين المسلم بشيء أعظم مما تقر به عينه وهو يتقرب إلى الله عز وجل. ولما كان رمضان أياما حافلة وليالي مباركة يصام نهاره ويقام ليله، كان أنسا لأهل الإيمان، ورمضان تعيشه أمة الإسلام بين سائر الشهور كالدرة في التاج، لما تجد فيه من معاني القرب والأنس والروحانية ولذة المناجاة والاقتراب من ربها الخالق الكريم سبحانه وتعالى. وهذا المجلس منعقد في كل يوم اثنين إن شاء الله من أيام شهرنا المبارك هذا، نتقلب فيه صفحات من معاني الصيام، ولعلنا أن نبدأ مجلس اليوم بعون الله تعالى بأوجب ما يمكن أن يتفهمه الصائم من معاني الصيام، وذلك هو الآيات الكريمة التي تناولت شأن الصيام في سورة البقرة. والله عز وجل ما ذكر فرض الصيام وأحكامه في موضع من القرآن إلا في تلك الآيات المعدودات من سورة البقرة، المبتدأة بقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فدونكم رعاكم الله نبذة يسيرة موجزة نفقه فيها من معاني الصيام الآيات التي شرع فيها فرض الصيام في سورة البقرة. واعلموا رعاكم الله أن الصيام أول ما ابتدأ به رسولنا صلوات الله وسلامه عليه لم يكن صيام رمضان، ورمضان إنما فرض صيامه في السنة الثانية من الهجرة لا غير. وأما قبل ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام ربما صام ثلاثة أيام من كل شهر، ثم فرض صوم عاشوراء فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه. حتى إذا كانت السنة الثانية من الهجرة وفرض صوم رمضان كان ناسخا لغيره من أيام الصيام على مدى العام، فصيام رمضان هو الفرض الواجب الذي يجب على أمة الإسلام بهذه الآيات التي شرع فيها الصيام. يقول ربنا الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بهذا النداء الإيماني يأمر الله عز وجل أهل الإسلام أن يعيشوا معنى الصيام في رمضان: يا أيها الذين آمنوا
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأمرهم الله سبحانه مناديا إياهم بوصف الإيمان، وهذا دلالة على أن أعظم شرائط وجوب الصوم تحقق الإسلام، فمن لم يدخل الإسلام لا يتأتى منه الصيام بل لا يشرع في حقه. والله عز وجل قد ذكر في الآية الكريمة أنه فرض الصيام على الأمة كما فرضه على الأمم من قبلنا، والصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات في ذلك الوقت المخصوص من اليوم من طلوع الفجر وحتى غروب الشمس، لما في معاني الصيام من تحقق زكاة النفوس وتقوى الباري سبحانه وتعالى. قال الله لعلكم تتقون، وقد أخبر سبحانه أنه فرض الصيام على الأمم من قبلنا، قال كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكانت الأمم قبلنا تصوم، قال الحسن البصري رحمه الله: نعم والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت كما كتب علينا شهرا كاملا وأياما معدودات عددا معلوما. وكذا روي عن السدي مثله. وقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم، في حديث أخرجه ابن أبي حاتم. وعن أنس عمن حدثه عن ابن عمر قال: كتب عليكم الصيام أنزلت، ومعناها كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة أن يمسك عن الطعام والشراب إلى آخر الرواية. فأمر الله عز وجل الأمم قبلنا بالصيام على اختلاف في التفاصيل وشرائع الأحكام، وقت الصيام ومدته وأيامه. لما كتب الله عز وجل الصيام على هذه الأمة أشار إلى المعنى الحقيقي الذي يراد لأمة الإسلام أن تحققه بالصيام، قال ربنا لعلكم تتقون. فالمقصود الأعظم من عبادة الصيام معشر الصائمين تحقيق التقوى لله. وإذا كان معنى التقوى قائما على امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتحقق التقوى للنفوس بذلك المعنى، ففي الصيام أجلى ما يكون، فإنه لا يعلم بصيام العبد على الحقيقة أحد إلا الله. فإنه ربما أمسك الإنسان عن الطعام والشراب أمام الناس، وبوسعه إذا خلى بنفسه أن يأكل ويشرب ويقع في الإفطار، ولا يحول بينه وبين ذلك أمر سوى تقوى الله. فتكون عبادة الصيام عوناً للمرء على تحقيق التقوى وتربية للنفوس على بلوغ هذا المعنى السامي العظيم لعلكم تتقون. ثم أشارت الآية إلى محدودية أيام الصيام في معنى يبث الرخصة في النفوس والتيسير في الشريعة، قال الله سبحانه: أياماً معدودات. وهذا التيسير في قصر مدة الصيام أياماً معدودات في شهر 29 يوماً أو 30 يوماً هو وجه من التيسير، يراد للعباد أن يكون أهون عليهم في تقبل التشريع والنهوض بما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله جل جلاله وجهاً آخر من وجوه التخفيف فقال: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. شرعت الرخصة للمسافر والمريض أن يفطر في أيام رمضان ويقضي مكانها بعد الشهر أياماً مكان التي أفطر. فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر لمرضه أو لسفره فواجب عليه عدة من أيام أخر بعد رمضان يقضي بها ما أفطر من أيام الشهر في رمضان. هذا وجه ثاني للتيسير: الأول محدودية الأيام، والثاني الرخصة للمريض والمسافر. وأما الوجه الثالث من التيسير فالذي شرع عليه الصيام ابتداء، وهو التخيير بين الصيام والإطعام، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني من أطاق الصيام وكان قادرا فله أن يفتدي مكان الصيام إطعام مسكين عن كل يوم. كان هذا تخييرا في ابتداء مشروعية الصوم، أن يخير القادر على الصوم بين الصيام أو الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
فيطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا زاد فأطعم أكثر من مسكين كان ذلك مزيدا في الأجر. قال الله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني من زاد في الإطعام لكل يوم، زاد عن مسكين إلى أكثر، فهو خير له لأنه أعظم أجرا. وأن تصوموا خير لكم، نعم، وإن كان على التخير في تلك المرحلة، إلا أن الصوم أفضل. فهذه هي مراحل فرض رمضان. فرض على التخير أولا، فمن كان قادرا إن شاء صام، وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا أو أكثر من مسكين. قال الله: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال الله سبحانه وتعالى في بيان شهر الصيام الذي فرض الله فيه الأيام المعدودات، فقال: شهر رمضان المعروف باسمه إلى يوم الناس هذا وإلى ما شاء الله، شهر رمضان الواقع بين شعبان وشوال، فرض الله صومه على أمة الإسلام، ولهذا اقترن الصيام برمضان في آيات وأحاديث الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: وصوم رمضان، في ذكر أركان الإسلام، شهر رمضان. ولما ذكر الله أوصاف الشهر، هذا الشهر المبارك، خصه بأعظم أوصافه فقال: الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والمقصود بإنزال القرآن في هذا الشهر إنزاله في ليلة القدر منه خاصة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي من ليالي هذا الشهر المبارك. وجاء تعيين الليلة على وجه الخصوص وتسميتها بليلة القدر، فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فكان صيام رمضان مقترنا بهذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن كرامة للأمة في هذه الأيام الفاضلة. ثم جاء نسخ التخيير الذي شرع الصيام عليه ابتداء، لما قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. نسخ ذلك التخيير بإيجاب الصيام على التعيين، ولهذا قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكان هذا إيجابا على كل مسلم قادر شهد الشهر أن يصومه بلا اختيار. فنسخ التخيير بين الصيام والإطعام الذي كان في الآية السابقة بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر، يعني من حضر الشهر قادرا على صيامه فليصمه، وهذا أمر. فنسخ التخيير بالإيجاب الحتمي اللازم على كل مسلم أن يصوم رمضان. ولئلا يتوهم أن هذا النسخ والإيجاب والحتم شامل للمقيم والمريض والمسافر المذكورين في الآية السابقة أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فلما قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، حتى لا يتوهم أنه أيضا يتعين الصوم على المريض والمسافر، أعيد في الآية تكرار الرخصة للمريض والمسافر مرة ثانية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. فثبتت مرة أخرى رخصة المسافر والمريض العاجز عن الصوم أن يفطر في رمضان إذا احتاج إلى ذلك، ثم يقضي بعد انقضاء رمضان عدة من أيام أخر. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. لما تبين التشريع واكتمل بيان الإيجاب، بيّن الله عز وجل الحكمة الجليلة ومقصدا عظيما من مقاصد الشريعة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واليسر في فرض رمضان من عدة وجوه، أولها محدودية أيامه في أيام معدودات في شهر رمضان، وثانيها الرخصة للمريض والمسافر، وثالثها الإعذار لمن كان في حكمهم ممن ثبتت الرخصة في حقهم بالسنة كالحامل والمرضع التي يجوز لها أن تفطر، مع أحكام تتعلق بكل منهما يذكرها الفقهاء فيما استنبطوه من نصوص الشريعة الغراء.
هذه وجوه تيسير. ففرض الصيام ليس تكليفا فيه مشقة ترهق العباد كما هي سائر تشريعات الإسلام، فلا الصلاة المتكررة 5 مرات في اليوم والليلة، ولا الحج الذي تبذل فيه الأموال والأبدان، ولا صيام رمضان، ولا زكاة الأموال، ولا غيرها من العبادات لا يريد الله بها العنة أو الحرج أو المشقة على العباد. قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كما قال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، كما قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وغيرها من نصوص الشريعة الدالة على يسرها وعلى التخفيف المناط بأحكامها. ولذلك فإن الله ما أراد بعباده في التكليف إلا رحمة ويسرا وتخفيفا. ثم بين سبحانه وتعالى مقصدا آخر من مقاصد الصيام في رمضان: ولتكملوا العدة، يعني عدة رمضان 30 يوما، أو برؤية هلال شوال في ليلة 29. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني بعد انقضاء الصيام إذا أكملت العدة أمة الإسلام، إذا أكملت العدة فإنها تختم صيامها بذكر تملأه تكبيرا لربها العظيم الذي تقربت له بالصيام، فإنه فرض عليها الحكم وشرعه سبحانه وتعالى لخير عظيم يراد بهم وحسنات عظام تنتظرهم يوم يلقون الله. فلأجل ما تشعر به أمة الإسلام من اغتباط بدينها وبشريعتها وبحفاوة بصوم شهرها فإنها تحمد الله وتكبره. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. ومن هنا قال الفقهاء: يجب تكبير الصائمين ليلة الفطر إذا انقضى رمضان. والجمهور على القول باستحباب هذا التكبير، فإنه من شرائع الإسلام ومن السنن المستحبات، وهذا الذكر لله في أعقاب العبادات والفرائض المعلومات جاء في كل الأحكام. قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال في الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال في الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. فإذا يشرع الذكر استغفارا وتكبيرا وتحميدا في أعقاب العبادات وانقضاء الأركان وأداء الفرائض، وهذا من السنن الثابتة في أحكام الشريعة. ولهذا قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فكانت السنة في تكبيرات العيد أن يجمع المكبرون بين التهليل والتكبير والتحميد، فإنه شكر لله، تشكر أمة الإسلام ربها على الدين الذي ارتضاه لها، على الشريعة التي أكملها، على صيام رمضان الذي شرعه لها، فإنها من عظيم اغتباطها تحمد الله وتكبره وتشكره على ما حباها بها من نعمة العبادة لله والتقرب له بالصيام. ثم قال الحق سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في الصحيح أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومثله فيما روى الحسن البصري قال: سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم: أين ربنا؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وأمثالها من الآثار الدالة على هذا المعنى العظيم. ومثله ثبتت به السنة لما كان بعض الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، قال: فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا
أصواتنا بالتكبير، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قرب ربنا جل جلاله من عباده بإجابة دعائهم، وقربه بتولي أمورهم، وقربه سبحانه بمعرفة أحوالهم. فربنا عز وجل قريب في علوه، عظيم في دنوه تبارك وتعالى. وهذا القرب بمعناه العام، أما القرب الخاص، القرب الإلهي الكريم، فهو قرب ربنا سبحانه وتعالى من أوليائه وعباده الصالحين، قرب عناية ورعاية وولاية وتدبير أمرهم وقضاء حائجاتهم. فالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، القريب من عباده، المجيب لدعائهم. ثم أمرهم فقال: فإذا أسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكان هذا حثا للعباد على اغتنام الدعاء وطرق أبواب الكريم سبحانه وتعالى. ثم اعلموا رعاكم الله أنه ما تخللت آية الدعاء هذه بين آيات الصيام إلا لارتباط وثيق بين صيام الصائم ودعائه لربه، وما خص الله تعالى به أهل الصيام من إجابة الدعاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. وقال عليه الصلاة والسلام: للصائم دعوة لا ترد. فأخبر عليه الصلاة والسلام بهذه الكرامة للصائمين، وهي ليست محصورة بوقت الإفطار كما يظنه كثير من الصائمين، بل هي للصائم حتى يفطر في أي ساعة من ساعات صيامه. فإذا أقبل متلبسا بعبادة الصيام وطرق باب الكريم وهو صائم، فليبشر بدعوة لا يردها المنان جل وعلا، ويثيب دعوة الصائم بإجابة ما دعاه. قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم ختمت آيات الصيام ببيان أحكام الجماع والاعتكاف وما يتعلق بأوقات الإمساك والإفطار. قال سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه رخصة أخرى من رخص الصيام وتيسير الشريعة على العباد في صيام رمضان، ورفعاً لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام. فالذي كان عليه الأمر في أول الإسلام لما فرض الصيام أن أحدهم كان إذا أفطر مع غروب الشمس يحل له الطعام والشراب والجماع إلى صلاة العشاء، فإذا نام حرم عليه أن يأكل أو يشرب أو يأتي أهله إلى مساء اليوم التالي. فكان هذا شاقاً عليهم. وفي السنة أن صرمة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه، وقد كان عمل عامة نهاره في الحرث والزراعة، فجاء متعباً وهو صائم، فلما أتى المساء وأتى الدار طلب زوجته الطعام فما وجد عندها شيئا، فقالت: أخرج أبتغي لك. فلما ذهبت تبحث له عن طعام أتته فوجدته قد نام، فقالت: خيبة لك، لأنه ما طعم شيئا وسيلزمه أن يظل ممسكا إلى اليوم التالي. فلما شق ذلك عليه وكان في منتصف النهار أغشي عليه بما أصابه من التعب والإعياء والإرهاق، وكان يحصل لبعض الصحابة شيء من المشقة مثل ذلك، فنزلت الرخصة: أحل لكم ليلة الصيام، يعني في المساء، الرفث إلى نسائكم، يعني قربان الزوجة وجماعها وإتيانها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهذا من أجمل أوصاف القرآن للحياة الزوجية بين المرأة وزوجها: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فوصف سبحانه وتعالى ما يحصل من عفة الفروج وتحصينها وستر عورات أهل الإيمان بالنكاح والبعد عن الحرام وتحصين الفروج عن الشهوات الآثمة، وصفه باللباس الساتر للعورة. فهو لباس معنوي
كما أن اللباس الحسي يستر العورة ويغطيها فلا تنكشف، فكذلك النكاح والأزواج للزوجات والزوجات للأزواج لباس ساتر عن الحرام وعن الوقوع في الفواحش والآثام. ثم قال الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وذلك أن بعض الصحابة قبل أن تأتي هذه الرخصة ربما شق عليه الأمر، فإذا صلى العشاء وكان بحاجة إلى جماع أهله ربما جامعهم، فيقع في ذلك حرج في نفوسهم أنهم ما امتثلوا الإمساك بحلول العشاء فشق ذلك عليهم. قال الله تخفيفا لهم وإخبارا عن حالهم: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. تاب عليهم فيما وقع منهم وعفى عنهم فيما أصابوا، ثم رفع عنهم ذلك الحرج بقوله: فالآن، يعني منذ أن نزلت الآية، باشروهن، يعني بجماع الزوجات، وابتغوا ما كتب الله لكم من النكاح والطعام والشراب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فصارت الرخصة والتخفيف في إباحة المطاعم والمشارب والنكاح من غروب الشمس إلى طلوعها في اليوم التالي، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمراد ببيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود هو ظهور الفجر الصادق في الأفق حتى يتبين انتهاء الليل وبزوغ النهار، وذلك من طلوع الفجر. وثبت في السنة أن بعض الصحابة كانوا إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والأسود، فما يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله من الفجر، لأن المقصود بالخيط الأبيض هو النهار والخيط الأسود هو الليل، وليس الخيط على حقيقته. ولهذا في حديث عدي بن حاتم قال: لما نزلت الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، قال: فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر إليهما فليتبين الأسود من الأبيض والأبيض من الأسود. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال: إن وسادك إذا لعريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. وهو الحديث في الصحيحين عن عدي بن حاتم. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. فشرع هكذا ابتداء الصيام من طلوع الفجر وانتهاؤه بغروب الشمس، ورخص أيضا في الإفطار وتناول المباحات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر في اليوم التالي. قال الله سبحانه وتعالى في تتمة بيان أحكام الآية الكريمة المتعلقة بالصيام والصائمين وأيام رمضان: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لا يجوز للمعتكف في اعتكافه قربان أهله، لأن من شروط الاعتكاف البقاء في المسجد، ومن شروط صحته عدم الجماع، وهذا صفة لعبادة الاعتكاف. قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولهذا قال الفقهاء: إن الاعتكاف إن الجماع يبطل الاعتكاف، فمن وقع في جماع أهله وهو معتكف فقد انقطع اعتكافه وعليه تجديده، وإلا فقد تم له من اعتكافه ما تم من أيام وليالي. قال الله سبحانه وتعالى بعد بيان الأحكام وتفاصيل الشريعة في الصيام وما يتصل به: تلك حدود الله فلا تقربوها. فإن الله عز وجل بيّن الأحكام وأحل الحلال وحرم الحرام، وبيّن ما الذي يجب على أمة الإسلام فعله، وما الذي يباح لهم تركه، وما الذي يشرع لهم ويسن، تخفيفا ورحمة وتيسيرا على العباد.
تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا يتجاوز العبد في الحدود ما حد الله، فلا يفطر إلا مع غروب الشمس، ولا يأكل نهارا، وإذا أذن الله له بالطعام والشراب فتلك مما أباح الله عز وجل. وحدود الله ممنوع تعديها، بل ممنوع اقترابها، لأن الاقتراب منها مؤذن بالوقوع فيها. فجاءت الشريعة بالنهي عن الأمرين: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وهنا في الآية: تلك حدود الله فلا تقربوها، فإن من اقترب من الحد أوشك أن يقع فيه. والله عز وجل إنما أراد للعباد صيانة إيمانهم وتقواهم أن ينخرم بشيء من الفواسق أو هتك ما شرع الله للعباد. تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فانظروا كيف ابتدأت آيات الصيام بالحث على التقوى، وكيف اختتمت كذلك ببيان الحث على التقوى. فإن الله قال في مطلع آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في ختامها: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، لبيان أن التقوى من أعظم مقاصد الصيام التي شرع من أجلها صيام رمضان. ويبقى شهر رمضان هذا أيها الصائمون في كل عام شهراً تخوض فيه النفوس المؤمنة رحلتها نحو تحقيقها لتقوى الله عز وجل. ولعل مجلسنا الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى يكون حديثاً في بيان معنى التقوى في الصيام وما تحمله من المعاني العظام في مجلس الاثنين المقبل إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من أوجه من توجه إليك، ومن أقرب من تقرب إليك، ومن أخصهم زلفى لديك يا رب العالمين. نسألك يا رب من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.